العدد الثاني بيعجبني قوي، تيجي نقوله مره كمان. لما الموجه بتعلى عليا اعمل ايه؟ انهار. لا ما بتنهارش، ده هو في وسط الموجه دي مش هيسيبك فوق طبق، مش هيسيبك اعلى، مش هيسيبها اعلى منك تغرقك. يجي ماشي على الموجه، يجي ماشي على الموجه، مش هيسيبك. فتيله مدخنه يلا اقول معاك، لا يطفئ، وقصبه مردوده لا يقصف. لما الموجة تعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة. صوتك جميل قوي، قولوا لرب. لما الموجة تعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة. افور بتشجع وتعيد ليا افرح ونشيد وسط الهدى. لو الموجة تعلى عليا، أيوة يا رب، ابتسامتك نور فيها بعيش مسرور، ترفع نفسي وترفع قلبي وترمي الأرض. يشجعك بتشجع وتعيد ليا فرح ونشيد وسط الموجة. لو الموجة تعلى عليا تزيد ابتسامتك نور فيها بعيش مسرور، ترفع قلبي نفسي وترمي الأرض البور، ترمي الأرض البور. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه بخيرية وبيطلب أسرى وناس بيه. وهو أمس إله دانيال ورب داود، بنؤمن انه هنا موجود، ينجي عبيده حسب وعده، نسيبه لله ونب رسول. يا الهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكرش هنوفي دي مرحمة دي. وتقول يا رب ملكش مثيل.
نظرة حب تداولنا ونرجع تاني التوبة إليك. فبقينا أنا قلت مش هيسيب الموجة تغطيني وتكسرني أبدا، لكن يبقى معايا ترنيمة الجميلة اللي جاية ما فرقنيش أبدا أبدا. أحسانك ده ما فرقنيش من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وأما تحارب وأنا في القارب بالموجة والريح والخوف. عارفين إعلان الخوف؟ أنا كل مرة كان يجي الرب يقول لا تخافوا أنا، لا تخافوا أنا، أنا هو، لا تخافوا أنا، إعلان الخوف هو. هتقول أمين؟ إعلان الخوف هو. يلا ما فرقناش. Thank you.
Thank you.